دكتور حارث ضري، في ظل ما يوصف الآن بالربيع العربي، هل تتوقع ربيعا عراقيا قريبا؟ أتوقع، والعراق لم يبخل. ما مؤشراته؟ مؤشرات هذا مؤشرات كثيرة. أولا الرفض العراقي الإجماعي للأوضاع الشاذة ولحكومة المالكي بالذات، رفض العراقيين للاحتلال الأمريكي، ورفض العراقيين للتدخل الإيراني. إخواننا في الجنوب وأغلبهم الشيعة هم أول الرافضين. قبل أيام أحد المحافظين في محافظات الجنوب يقول أصبح اليوم 90 من أبناء محافظتنا 90% يكرهون إيران. نعم، يعني أنت تركز كثيرا على إيران. إيران بكل مشاكلها الغارقة فيها الآن، وإيران بانكسار الحليف السوري، هل تعتقد أن تحكمها في العراق ما زال على ما كان عليه من قبل؟ بل ازداد. وقبل أيام السيد رحيم الصفوي قائد الجيش الثوري الإيراني يقول نفوذنا في العراق فاق النفوذ الأمريكي.